ومن كلام له عليه السلام لما بويع في المدينة: ذمتي بما أقول رهينة وأنا به زعيم، إن من صرحت له العبر عما بين يديه من المثلات حجزته التقوى عن تقحم الشبهات. ألا وإن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيكم صلى الله عليه وآله، والذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبله ولتغربلن غربله ولتساطن سوط القدر حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم، وليسبقن سابقون كانوا قصروا وليقصرن سباقون كانوا سبقوا. والله ما كتمت وشمه ولا كذبت كذبه، ولقد نبئت بهذا المقام وهذا اليوم. ألا وإن الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها وخلعت لجمها فتقحمت بهم في النار. ألا وإن التقوى مطايا ذلل حمل عليها أهلها وأعطوا أزمتها فأوردتهم الجنة حق وباطل ولكل أهل. فلئن أمر الباطل لقديما فعل، ولئن قل الحق فلربما ولعل، ولقل ما أدبر شيء فأقبل. ومن هذه الخطبة: شغل من الجنة والنار أمامه، ساع سريع النجاة وطالب بطيء رجاء، ومقصر في النار هوى اليمين والشمال مظلة، والطريق الوسطى هي الجادة عليها باقي الكتاب وآثار النبوة، ومنها منفذ السنة وإليها مصير العاقبة. هلك من ادعى وخاب من افترى، من أبدى صفحته للحق هلك، وكفى بالمرء جهلا أن لا يعرف قدره. لا يهلك على التقوى سنخ أصل ولا يظمأ عليها زرع قوم، فاستتروا ببيوتكم وأصلحوا ذات بينكم، والتوبة من ورائكم، ولا يحمد حامد إلا ربه، ولا يلم لائم إلا نفسه.